رئيس الوزراء يعقد اليوم مؤتمراً صحفياً مع وزير التعليم لاستعراض تحديات القطاع وخطط التطوير وهيكلة نظام الثانوية العامة. وزارة التعليم تحذر المدارس من تحصيل مبالغ من أولياء الأمور تحت أي مسمى، وتؤكد التزام الطلاب بالزي المدرسي دون إجبارهم على شرائه من أماكن معينة. الأمم المتحدة تثمن جهود مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن إبرام صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. اتصالات لوزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نظرائه من الإمارات والسعودية وتركيا لبحث احتواء التوتر الإقليمي والحيلولة دون خروج الأوضاع عن السيطرة. انطلاق أكبر رالي سيارات كهربائية للجامعات في الشرق الأوسط اليوم ضمن مهرجان العالمين برعاية رئيس مجلس الوزراء ومشاركة لجان تحكيم دولية.